اليوم يعني نحن على أبواب شهر رمضان المبارك، شو في عنا برمضان؟ ما عندي برمضان، أنا إن كان عنا عمل ما بعرف إذا حيلحق ولا لا، مع أنه خلصنا تصوير يوم معاوية، بس ما بعرف إذا حيطلع ولا لا. كان قال أنه انطلب يتوقف. لا لا، إشاعات هي وصص، ما بعتقد في شيء له علاقة بالصحة. طيب بعد رمضان شو في؟ والله حاليا ما في شيء، في ما في إن شاء الله مسرحية الرياض؟ إيه. لك زمان ما طلعت مسرح، رح ترجع على المسرح. ايه طبعا. طيب كمان اليوم يعني ازدياد الحفلات والمجال اللي مفتوح بالمملكة العربية السعودية كمان فتح مجالات كثير كبيرة أمام كل الفنانين. إلى أي مدى برأيك يعني رح يكون في تواجد للنجوم السوريين تحديدا؟ لأنه يعني لغاية هلا ما شاء الله، اللهم لا حسد، نجوم مصر هن اللي مسيطرين خاصة على المسرح أو تمثيل أفلام. إلى أي مدى الدراما السورية، وخاصة يعني أبو ناصر قال إنه في مكان مميز بقلبه للدراما السورية، إلى أي مدى قادرين إنه تدخلوا وتنافسوا؟ صراحة يعني ما بحس بفرق أنا بين يعني فنان مصري وفنان سوري، كنا عندنا فنانين عرب بالنهاية وكنا قدمنا كتير للدراما العربية، ولكن يعني نحكى إنه في تركيز شوي على المصريين بالانفتاح الجديد، ولكن أنا بشوف إنه أبو ناصر أبدا ما قصر مع السوريين، بالعكس عم يدعينا وعم يكرمنا وعم نفتح معهم مشاريع فنية قادمة مهمة وجميلة وواعدة. فبس بنوعد الناس إنه نحن المملكة العربية السعودية كمان بلدنا ومنحبها ومنقدرها، ورح يكون لنا جزء كبير من الشيء اللي عم بصير فيها.